الآن وحول موضوع حظر اليوتيوب في باكستان، سينضم إلينا الناشط والمدون أسامة خلجي معنا مباشرة من باكستان عبر سكايب. أسامة أهلا بك معنا اليوم في بيلينك، وبداية أود منك لو سمحت أن تطلعنا أكثر على السبب الرئيسي وراء قرار الحكومة الباكستانية حجب موقع يوتيوب في باكستان. شكرا لاستضافتي في هذا البرنامج وللإجابة على سؤالك. الأمر ابتدأ بفيلم، ولأن الفيلم سخر من النبي محمد، فقد كانت هناك احتجاجات في باكستان ضد هذا الفيلم واسمه براءة المسلمين. تم حظر يوتيوب بناء على ذلك، لأن يوتيوب قامت بتحميل ونشر هذا الفيلم، وكان هذا قبل أكثر من عام وشهرين، سبتمبر 2012، ونحن هنا في نوفمبر 2013، وحتى الآن لا يمكن الوصول إلى يوتيوب في باكستان. نعم، هذا يعني كان السبب، ولكن ما هو رأي الشارع الباكستاني اليوم حول هذا القرار؟ كيف كانت ردود الفعل حوله يعني، وكيف تعاطوا معه؟ لو نظرت على ردود الفعل فإنها مختلفة. لو نظرت على التوزيع البشرية في باكستان، ثلاثين في المئة كان لديهم فرصة الوصول إلى الإنترنت، وهناك أناس كثيرين لا يعرفون كيف تعمل الإنترنت أو يوتيوب، ولكن ما لا يعرفه الناس هو أنه لا توجد معلومات، فالناس ليست لديهم أجهزة كمبيوتر ولا يستعملون الإنترنت، وهذا جعلهم غضبة. هناك الكثير من الأحزاب السياسية في باكستان، وهذه نعم. أسامة برأيك هل الحكومة قد ترضخ لمطالب مستخدمي الإنترنت في باكستان وترفع الحجب عن موقع يوتيوب؟ هل برأيك سترضخ الحكومة للمطالبة برفع الحظر عن موقع يوتيوب؟ كان هناك الكثير من العمل، وأنا شخصيا كنت منخرطا في بحوث سياسة الإنترنت. حاولت أن أجمع مجموعة من النشطاء سويا لرفع الحظر. ما حدث هو عبارة عن عملية حظر، والحكومة استخدمت معدات بعشرة ملايين دولار، ووظفت شركة كندية لحجب أي موقع تنشر أشياء تعترض عليها الحكومة. الحكومة لم تقم برفع الحظر رغم استعمال هذه الأدوات. ثم هناك النزاع الطائفي بين السنة والشيعة، والتوتر في البلاد مرتفع. نعم، ولكن أسامة يعني عذرا على مقاطعتك، ولكن برأيك هل هذا الوضع في باكستان سيستمر؟ يعني الآن أصبح هناك عام يعني منذ حتى الآن، هل برأيك سيستمر هذا الوضع عام آخر واثنان وثلاثة، إلى متى برأيك؟ هذا ما أحاول أن أشرحه. يبدو أن الأمر سيستمر لفترة، لأن
الموقف السياسي ينم على أن الناس خائفين والحكومة لن ترفع الحظر. رفع الحظر عن يوتيوب سيعقبه رد فعل سلبي من الجمهور، والحكومة غير مستعدة لرفع الحظر حاليا. الناشط والمدون أسامة خلجي، نشكرك على هذه المشاركة القيمة معنا اليوم في بلينك. كنت معنا مباشرة من باكستان، شكرا جزيلا لك.